جاء في الصفحة الأولى منها إجراء تعديل على موعد المباريات المؤجلة في منافسات الممتاز. اليوم لقاء سهل للزوراء لاستعادة موقعه الوصيف، تحتضنها لبنان العراق في بطولة غرب آسيا لكرة اليد للنساء. وطني الشاطئية يخسر أمام نظيره اللبناني ودياً. هذا ما جاء في الصفحة الأولى من مانشيت في صفحة الصباح. وإلى الثانية منها، أكد انفتاحه على جميع المدارس العالمية للتطوير، اتحاد الكرة يشرع بالتفاوض مع المدراء الفنيين. صفاء هادي يصرح: الزوراء جاهز للقاء الديوانية. مدرب البحري: نقطة أربيل منحتنا جرعة معنوية للفوز على الحدود. المثنى بطلا للمجموعة الرباعية بكرة اليد. وإلى أوراق صحيفة أخرى عنوانها الملاعب، أعلان أسماء مدربي الفئات العمرية الاثنين المقبل. اللجنة الأولمبية العمانية تبارك انتخاب مكتب تنفيذي جديد لأولمبياتنا. نفط الوسط ينتزع فوزا ثمينا من أربيل. الزوراء في مهمة لا تبدو صعبة أمام الديوانية، والبحر يسعى لتجاوز الحدود وفتح انتقالات لاعبي دور اليد. هذا ما جاء في الملاعب الصفحة الأولى منها. إلى الصفحة الثانية، المهاجم أيمن حسين: الدور التونسي مثير وتنافسي. وهذا ما قاله لي المدرب الهولندي كرول بعد أول مباراة. يعتز بهدفه في مرمى عماد هاشم. قاسم فرحان: تألقت مع الفكر التدريبي لنعمة، وهدفنا كسب نقاط البحري. التحاق كرار جاسم بالشرطة يسهم بترجيح كفة الأخضر للظفر باللقب. عربياً مع البيان الإماراتية: المدربون في دورنا، الأسماء واحدة والأندية تتغير. منع المدرب المقال من التدريب بنفس الموسم يغير المعادلة. النصر يودع أبطال آسيا بالخسارة من بختكور. وخمس تحديات أمام الأولمبي الإماراتي لتحقيق حلم الأولمبيات. في البيان الإماراتي مع نطالع: تغييرات جذرية في السوبر الإسبانية. الرياضية السعودية: النصر القاري يكتفي برباعية أمام أجمك الأوزبكي ويتأهل لدور المجموعات في أبطال آسيا، وسيلعب بالمجموعة الأولى إلى جانب الوصل الإماراتي وذب أهن الإيراني والزوراء العراقي. هذا كان العنوان الأول للرياضية السعودية. ومنها إلى العنوان الثاني، مدرب الأهلي فوساتي يستعيد اللاعب عسيري. وفيها أيضا لاعبو الهلال يستعدون بالتدريبات بصغار الأسد. قالت الراية القطرية: الريان عبر بأمان، قلب الطاولة على السايبة والتحق بقطار أبطال آسيا، والغرافة يودع مبكراً. الأنظار تتجه إلى الحبيب الصادق مرة أخرى، الفرنسي جوركوف على أبواب مغادرة الغرافة. وفي الراية نودعها: الجزائري حمدون، عشت لحظات صعبة قبل التوقيع للقطراوي. الموندو ديبورتيفو الإسبانية سيطرة دون فاعلية. عنونت صحيفة الموندو الإسبانية عبر غلافها الرسمي الصادر لطبعة اليوم الأربعاء بشأن الأداء الرائع الذي قدمه فريق فردي برشلونة بدوري الأبطال أمام ليون، على الرغم من عدم تمكنه من تحقيق الفوز وخروجه متعادلا بالسلب، قائلة: سيطرة من دون فاعلية. والفردي نجح في رفع مستوى الفريق أمام ليون وسيطر في منطقة الخصم، ولكنه فشل في تسجيل الهدف. وكل شيء سيحسن في لقاء الإياب بالكامب نو أمام خصم شكل الكثير من الخطر.
أما بشأن تألق النجم الألماني تير شتيغن فقد عنونت الصحيفة قائلة: شتيغن المبهر أنقذ البولوغرانا من هدفين محققين. إلى الصحف الفرنسية ومنها ليون. رئيس ليون فخور بالأداء الممل أمام برشلونة. أشاد جون ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون بلاعبي الفريق ومديرهم الفني برونو جينسيو بعد التعادل السلبي أمام برشلونة مساء أولاس في ذهاب دوري 16 لدوري الأبطال. وصرح أولاس: أداء ليون يدعو للفخر، خاصة أننا واجهنا فريقا على أعلى المستوى، كما أن نبيل فقير الذي غاب للإيقاف كان من الممكن أن يغير أشياء عديدة. برشلونة بدأ أداء ليون مملا، لا أجد التفسير إلى ذلك. ذات النتائج تتكرر بلقاء بايرن ميونخ وليفربول، ونطالع معا صحيفة سبورت الإنجليزية. قمة سلبية، ليفربول وبايرن ميونخ يؤجلان الحسم لموقعة الإياب. حسم التعادل السلبي قمة ليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت أمس على ملعب إنفيلد، وبذلك تبقى بطاقة التأهل لربع النهائي معلقة حتى مباراة الإياب التي ستقام يوم 13 من مارس المقبل في ملعب اليانز أرينا معقل بايرن ميونخ. إذن الإياب نعود به إلى أحمد ولارا مع التحية. شكرا حيدر. شكرا لك حيدر، وأيضا الشكر لزميلنا علي إسماعيل في هذه المجموعة من المانشيتات وقسم الأخبار، أيضا مشكورين. حيدر، يمكن مثل ما تحدثنا يمكن قبل ما تطلع بالمانشيتات أنه هي كانت الأبرز عناوين المانشيتات اللي كانت حول مباراة برشلونة وليون وليفربول وبايرن ميونخ. برأيك يعني كان ليفربول يوم امس وبايرن ميونخ يمكن مباراه كانت جدا قويه، خلينا نترك شويه برشلونه حتى لا يقولون نشجع برشلونه فقط كانت جدا قويه، لكن ليفربول يعني خرج بتعادل من ميونخ، هل يعتبر هذا انتصار له؟ طبعا في البدايه بعض اللاعبين لا يعني لا يحوزون على او يسيطرون على فتره معينه الا قليله في المباراه، بغيابات نجوم كبيره يحاولون إثبات نفسهم. أولاً المنتخب الألماني أو حتى الأندية التي تلعب في البوندسليغا تمتلك نزعة الألماني في داخله، فعند مباراة الإياب أعتقد وأن استمرت هذه الغيابات لسبب أو بآخر فنزعة الألماني واضحة في المباريات، أعتقد ستكون الكفة إلى الألمان. لكن ليفربول يمتلك خط هجومي في هذا الموسم ربما من أقوى الفرق، يعني اللي ما تقبل صلاح بدقائق يسجل بخطرات يعني